أثبت قيم والأخلاق والمواطنة، لأن حضرتك تابعت أثيرت أزمة كبيرة بسبب هذه المسألة والمداخلة اللي احنا عملناها، والكل حضرتك عارف بقى جماعة الإخوان المسلمين، قناة الجزيرة القطرية، حركة رصد الإخوانية، يعني النظام المصري يسعى لإلغاء الدين، وزارة الأوقاف تتراجع عن إلغاء الدين بعد أن كانت قد قررت أن تستبدل التربية الدينية بالقيم والمواطنة والأخلاق. إذا كان عند حضرتك رد، أنا بحيي حضرتك على اللي حصل أمس لسبب، لان في فرق بين كل انا عملت اكثر من مداخله وضحت، لكن ده كله سكه. لكن حضرتك بقى انا بحييكي ليه؟ بالدليل الدابغ بتبيني ان الناس دول كذابين ومفترين. انا ممكن اقول له قال لك لا وزير الاوقاف تراجع مثلا او نفى، لم يقل احد على الاطلاق بالغاء ماده التربيه الدينيه، ثم دي مش شغله الاوقاف ولا وزير الاوقاف، ده التربيه والتعليم. ولم يقل وزير التربيه والتعليم ولا الاوقاف كل اللي فيه، ان قلنا ان احنا بنعمل كتاب مهم جدا، راجعوا فضيله الامام الاكبر الاستاذ الدكتور احمد الطيب شيخ الازهر وقداسه البابا طرادوس ووزير الاوقاف، وده نقله جديده ان يبقى في كتاب متراجع من الازهر والكنيسه والاوقاف، بيرسخ القيم وبيأكد ان الاديان اسلام ومسيحيه كله بيجمع على رفض القتل والتدمير المشترك الدين. المشترك الانساني بالمناسبه طبعاً. في كتاب مقال انا عامله المشتركات الانسانيه في الشرائع السماويه، وعامله مقدمه لهذا الكتاب، وقلنا الكتاب ده بيأكد ان الاديان كلها بتجمع على القيم السماويه، لكن هم كذبوا وافتروا. لكن انا بحيي حضرتك امبارح لما قلتي ادي كلام وزير الاوقاف وادي كلام وزير التربيه والتعليم، ده بين للناس افتراء هذه الجماعات. هقول لك حاجه كده اختم بيها كانها طرفه، ليا صديق عزيز جدا استاذ في طب الازهر من الناس الوطنيين المحترمين الشرفاء، يقول لي بص انا كان معايا في القسم كان معايا بعض الاساتذه الاخوان، بعضهم كنت عارف انهم اخوان وبعضهم كنت شاكك فيهم، فقول قعدت اترقب كده واسكت، اول ما يكذبوا اعرف اقول لهم سكتك، اول ما يكذب اقول لي بقى خلاص ثبتت عليه الاخوانيه، لان هذه الجماعات وعلى راسها جماعه الاخوان في سبيل وصولها الى السلطه الغايه تبرر الوسيله، اي وسيله، يقتل ماشي، يدمر ماشي، يفجر ماشي، يكذب ماشي، يفطر على خلق الله ماشي، يشوه رموز الوطنيه ماشي. والكتاب هذا الكتاب اللي هو الاخير اباطيل يجب ضلالات الارهابيين وتفنيدها، في جزء ومبحث استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والوسائل الإعلامية لتشويه صورة الدولة ورموزها الوطنية. يعني ربما يكون لدينا أسئلة أكثر وأكثر، لكن الوقت لم يسع لطرح كل التساؤلات، لكن في النهاية الحقيقة لا يسعني إلا أن أقدم الشكر لمعالي الوزير الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف. شكرا يا فندم لوجود حضرتك معنا النهاردة، ونعول عليكم كثيرا من أجل تقديم الصورة الحقيقية لصحيح هذا الدين. أشكر حضرتك والسادة أعضاء البرنامج الحقيقة والمؤدين وكل الطاقم على هذه الزيارة، ونعد إن شاء الله أن نبذل المزيد من الجهد في خدمة ديننا ووطننا وبيان صحيح الإسلام ووسطيته ونشر وتصحيح نشر الفكر الصحيح وتصحيح المفاهيم الخاطئة.